السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة عيدكم وصحة عيد كل المشتركية الأوفياء. إن شاء الله تكونوا عيدتوا بالصحة والهنا، واللي راحوا لأهاليهم ولا اللي راحت لدارهم، ولا إن شاء الله تكونوا لقيتوهم كامل بخير. خلاص شهر رمضان، شهر البركة، شهر النظام، يعني الماكلة المنيو تاعها منظم، باين كل حاجة في بلاصتها. راح نعاودو نرجعو لهذيك الحيرة تاع الغداء العشاء واش نديرو، وهذه هي سنة الحياة، يعني تكون الصحة والهنا فقط، الباقي كامل سهل. وحنا الوظيفة تاعنا ولا الوظيفة تاعي كصاحبة قناة أن نعطيكم أفكار اقتراحات للغداء والعشاء، هكذا نحيو شوية هذيك الحيرة. وانتم بطبيعة الحل ما عليكم إلا أنكم تدعموا هذه القناة، هكذا يعني باش تتقدم نحو الامام، وهكذا باش نتشجع ونضيف لكم المزيد والمزيد من الفيديوهات المحفزه والوصفات المنزليه الناجحه. ومن اول الاشياء اللي درتها، يعني بعد ما خلص الشهر الفاضل، غسلت فريجيدير كامل يعني بالطبع، مالفين يعني نجوزو له هكذا فقط، لكن درت له تنظيف عميق، غسلت كامل هاد المنظمات اللي راكم تشوفوا فيهم، عاودت مسحتهم برقتهم بالطبع، وهكذا راهم واجدين هكذا باش ندير فيهم الخضار اللي قضيتهم. شوفوا يعني هنايا نقيته كامل، راكم تعرفوا مع شهر رمضان يعني يكون الفريجيدير فيه الخير والبركه، مين يخلص تبي الفريجيدير يعني هذاك بدا يفرغ بشويه بشويه، وسبحان الله هذه يعني من البركه تاع شهر رمضان. ان شاء الله ينعاد علينا بالخير والبركه ونصومه بالصحه والهنا. هذا الفيديو صورته البارح يعني نهار الاحد، كنت تعرفوا مع دخلوا الدراري لمسيت وصلتهم، ورحت قضيت شويه أهد الخضره، واش نقول لكم يعني النار تشعل، واحد الاسعار خياليه، خصوصا لما تكونيش تقضي يعني من مارشي كبير وفيه بزاف الخضارين، يعني لما تكوني تقضي من الحومه برك يكون خضار زوج ثلاثه، ولهذا السومه هذه اللي كتكون شويه طالعه. لكن الحاجه الايجابيه لما تشري يعني مع عند الخضار تاع الحومه فقط، يخلينا يعني نخيرو بالحبه. راكو تشوفوا البطاطا شابه جديده بالطرب تاعها كيما يقولوا، وكامل جايه على الحبه، وشريتها 10000 للكيلو، هذاك الكيس فقط صغام لي 50000. قولوا لنا في التعليقات يعني اسكو لي بخي تاع الخضر راهم ملاح ولا راهم غاليين كيما حنا. وحنا نفتحوا قوس فقط، يعني هنا رانا في سنة 2024، يقدر واحد يشوف الفيديو هذا في المستقبل ولا هكذا، باش تكون يعني هاد النقطة واضحة. وهاد الخضار يعني بالمناسبة ماشي شريتهم باش نوري لكم الخضار دياولي ولا، يعني هاد الخضار اللي راكم تشوفوا فيهم كامل شريتهم، وراح نشارك معكم وصفات على طول الأسبوع إذا كنا من الأحياء إن شاء الله. وريت لكم هذاك البيتنجان كذلك، ربما راح ندير لكم به وصفه. هذا الفول كذلك لقيتو شباب، شوفوا خضر طري يعني كي الحبق كما يقولوا، كذلك راح ندير به مسفوف، وانا اخترت يعني الماركه تاع بركه متوسط هي اللي تخرج لي مليحه. انا ندير وصفه تاع كسكسي يكون اكسبريس، توجدوه في رمشه عين وتمتم يعني يكون جاهز. اذا كذلك درت هذيك الوصفه راح نشاركها معكم. بالنسبه للكورجيت راكو تشوفوا يعني هي اللي شريت منها بزاف، يعني ارخص حاجه لقيتها عند هذاك الخضر هي الكورجيت، لقيتها تتباع الله يعلم 6000 ولا 6500، شريت منها 2 كيلوغرام يعني كيلو ولا كيلو ورطل. راح نشارك بهم معكم وصفه دركا على اساس يعني هي الخضره رخيصه كامل في المارشي، ومادام يعني راهي رخيصه عندنا راح تكون رخيصه يعني عندكم كامل، هكذا تقدروا تجربوا هذه الوصفه. وهذه الوصفه كذلك يعني الخضار فيها اختياريه، تقدروا ديروا خضار مشكله يعني تخيروا من كل شويه شويه، وديروا نفس الوصفه كيما تقدروا ديروها بالبطاطا، كيما تقدروا ديروها باي خضار واحد اخرى تحبوهم. انا درتها لكم بالخضره رخيصه كامل، يعني نحب توجو لما ندير لكم وصفه نحاول نخير لكم الاختيار يعني الساهل كامل والمتوفر لدى الجميع. هنا كما تشوفوا كذلك شريت شويه حار، وشريت الفلفل الحلو يعني ماشي بزاف، يعني 2 حبات فقط. طوماطيش كذلك لقيتها دير الله يعلم 10000، شريت منها حوالي 2 كيلوغرام ولا 2 كيلوغرام ونص. بالنسبه للخضار يعني الطريقه ديالي انا ما نشللهمش كامل في الاول، نحكم يعني تليق مشمخ يكون نظيف، ونجوز عليهم كامل من الفوق، هكذا يعني راح يشيحوا لي بالخف احسن من انني نشللهم ونزيد نستناهم تقريبا يعني 3 سوايع ولا 4 سوايع باش ينشفوا. من كون راح نطيب بهم يعني في هذاك الوقت نشللهم الخضره اللي نشللها، يعني كون راح نخدم بها. انا شوفوا يعني برقت كامل هذوك الخضار، درتهم في المنظمات، يعني الفريجيدير تاعي راهي نظيفه، المنظمات هذو كذلك غسلتهم وبرقتهم، الخضره ديالي راهي ممسوحه، هكذا راح نضمن بلي الخضار تاعي راح يبقاو لي اطول مده ممكنه في الثلاجه. راح نحاول في الفيديوهات القادمه ندير لكم روتينات يكونوا خفاف، راح نشارك معكم عده وصفات في فيديو واحد مع المحافظه على المغزى من القناه، وان الوصفات يكونوا واضحين هكذا باش تقدروا تنجحوا فيهم كامل ان شاء الله. انا تقريبا صورت لكم واش درت من الصباح حتى العشيه، يعني روتين تاع نص نهار. رحت انا درت لهذاك الياغورت، يعني حكمت لتر تاع الحليب نص تاعها درتها تسخن فوق النار، والنص هاني فرغته دركا كيما راكو تشوفوا.
كذلك درت هنايا المهدر تاع الفراس هكذا باش يعطي لي لون ويعطي لي نكهه كذلك. وهذيك نص لتر تاع الحليب اللي كانت فوق النار درت فيها 4 مغارف كبار تاع السكر هكذا باش الوصفه تكون واضحه. ربما كاين مشتركه ما تعرفش تخدمه، ربما كاين مشتركه تدخلوا اول مره للقناه، فضروري الوصفه تكون واضحه. فرغت وحده تاع ياغورت فيها 100 غرام، معناتها درنا لتر تاع الحليب، درنا 4 مغارف كبار تاع السكر، درت علبه تاع ياغورت 100 غرام، خلطت كامل المكونات مع بعض. مباشره راح نفرغهم في هذه العلب الفرديه، يعني راح نديرهم في الياغورت. اللي ما عندوش مباشره راح يديرهم في مكان يكون دافئ. بالنسبه للاغطيه، يعني لما نفرغ وندير يعني هذا الياغورت يتخمر ما راحش ندير لهم الاغطيه، لانه هذاك البخار تاع هذاك السائل تاع الياغورت راح يطلع على الغطاء هذاك يعاود يهبط لكم الياغورت. الياغورت تاعكم راح يجي فيه الماء، ولهذا الاغطيه لما ديروا في الياغورت ما ديروهمش، ديروهم بدون غطاء. من بعد لما يجمد لكم هذاك الياغورت ديروا الغطاء هكذا باش تدخلوهم في الثلاجه باش ما يلتقطولكمش هذوك الروائح نتاع الثلاجه. هذا وعلاه نديروا الغطاء. وكذلك ملاحظه نسيت ما قلتها لكمش، يعني لما نخدموا بالياغورتياغ ما نسخنوش الحليب تاعنا، يعني مباشره هو بارد في بارد نزيدوا له هذيك العلبه تاع الياغورت، نزيدوا له السكر، نزيدوا له هذاك ليكستري، نخلطوا كلش ونفرغوا مباشره في الياغورتياغ تاعنا. هذيك الطريقة لما درنا مثلا 1 لتر تاع الحليب نص سخناه ونص خليناه بارد نديروها لما نخدمه بدون ياغورتياغ. يعني الياغورت تاعنا نخمروه يا إما في كوشة تكون مسخنة مسبقا وبعدك طفيناها، يا إما نديروه في مكان دافئ يعني قدام المدفأة ولا في أي بلاصة تكون دافية بالدار بعد ما تغطوه يعني مليح مليح. اذا الياغورتياغ لما نخدمه بهذاك السائل تاع الياغورت نديروه بارد في بارد حليب فقط بدون ما تسخنه. يعني الياغورتياغ هذيك تخدم خدمتها وحدها وحدها. هنا شوفوا بعد ما درت له شويه هذاك المعجون من التحت، وهذاك المعجون عباره عن قطع تاع فواكه ويجي ثقيل بزاف. هاني وريت لكم، شوفوا لما فرغت السائل تاع الياغورت يعني بقى هو هو. لو كان ديروا معجون يكون سائل ولا ماهوش ثقيل بزاف راح تصيبوا هذاك المعجون تخلط لكم كامل مع هذاك السائل تاع الياغورت وما راحش يجيكم شباب، والياغورت تاعكم يربي الماء. ولهذا اذا ما عندكمش يعني معجون يكون ثقيل بزاف فمن المستحسن ديروا الياغورت تاعكم يعني هكذا بدون ما ديروا له هذاك المعجون لتحت. هنا واش درت، يعني راح نحطها في مكان ما يكونش فيه التيارات الهوائيه، بلاصه يعني الياغورت تاعكم ما لازمش يتحرك ولا يخلطوا فيه الدراري ولا، 4 سوايع فقط وراح يكون جاهز، يعني ما بين 4 سوايع حتى ل5 سوايع. انا واش درت له بعد ما جمد لي درته في الثلاجه حتى باش يحكم روحهم مليح مليح بعد ما درت له الاغطيه. ولما يبرد لكم راح تحصلوا على واحد الياغورت بزاف هايل. والياغورت تاعكم ضروري يبقى لكم يعني واحد 4 سوايع 5 سوايع في الفريجيدير هكذا باش تحصلوا على نتيجه كيما الياغورت تاع المحلات كيف كيف. كذلك يعني من البارح هذاك كنت درت ياغورت سائل، شوفوا القوام تاعو شحال شباب، يعني نفس الطريقه فقط الياغورت تاعكم ديروه يعني في وعاء يكون كبير، ولما يتخمر ولا الياغورت تاعكم يعني يولي ياغورت ويتجمد تحكموا فقط الضراب اليدوي وتخلطوا مليح مليح، راح يكون نوعا ما سائل. ديروه في القراهي تاعكم ولا في اي علبه تكون محكمه الغلق، كل ما طول في الفريجيدير كل ما راح يمد لكم نتيجه افضل. راح نرجعوا للوصفه ديالنا. عندي هنا حبيبات كورجات يعني حوالي 1 كيلوغرام ولا هذاك الحار اختياري، رغم انه يعني ماهوش حار كامل يعني راح يمد لنا النكهه. فقط عندي شويه ثوم وعندي 2 حبات تاع طوماطيش كبار، تقدروا ديروا 3 متوسطين. هذه الخطوه اختياريه، تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش. كان عندي نص صدر تاع الدجاج لكن صغير يعني قولي ربع صدر تاع الدجاج، درت له المعدنوس، درت له حبه تاع بيض، درت له الملح، كذلك درت له هذيك العقده تاع الكزبر والثوم اللي كنت وجدتها معكم في تحضيرات شهر رمضان. اذا حبيتوا راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. اما هذا الثوم راح نديرو في صوص طوماط، يعني اللي ما عندهاش هذه العقده ولا ما وجدتهاش من قبل هذه ديري فص تاع ثوم هنايا، والباقي ديرهم في صلصه الطماطم. هنا عندي الفلفل الكحل، عندي فلفل عكري، عندي التوابل الخاصين بشطيطه الحم ولا شطيطه الدجاج. واش نقول لكم، يعني اللي بول تاعكم يجيو بنا على بنا، حتى ما كان يعني اللي نشري منه التوابل انا مخليت لكم كامل التفاصيل عليه في فيديو اللي درته في تحضيرات شهر رمضان. واذا حبيتوا راح نخلي لكم رابط هذاك الفيديو في صندوق الوصف، وراح نخلي لكم كذلك رابط لاباج تاع السيد اللي نشري من عنده التوابل، يعني عنده واحد التوابل بزاف هايلين يغيروا في الماكله تاعكم 180 درجه كيما نقولوا. كيما هذو التوابل تاع شطيطه الدجاج ولا شطيطه الحم، كاين كذلك التوابل المكسيكيه، كاين توابل كذلك نديرهم على الكغاتا، بزاف هايلين جربتهم كامل ويمدوا نتيجه من اروع ما يكون.
انا كما راكم تشوفوا درت هذه الوصفه بالكورجات كما قلت لكم في بدايه الفيديو، هي ارخص خضره شريتها في الخضار التوعي، ولهذا شاركت بها هذه الوصفه. قلت يعني بما انها رخيصه تقدروا كامل تجربوا هذه الوصفه. كذلك كاين اللي ولادها ما ياكلوش الكورجات، ولا يعني انا الكورجات هذه دوكا راح نقليها في الزيت، وتعرفوا يعني الكورجات لما نقلوها في الزيت ونحمروها شويه تولي فيها واحد البنه هايله، ويروح لها كامل هذاك الكو تاع الكورجات اللي ما يحبوهش الدراري الصغار. اللي ما يحبوش كامل الكورجات كسوا طايبه ولا مقليه، ف راح ديروها بالبطاطا ولا اي خضار واحده اخرى تخيروها. هنا اللي ما يعرفوش يستخدموا السكين ولا ما يعرفوش يقطعوا هكذا لما يكونوا يقطعوا فوق اللوحه، هنا ضروري يعني الاظافر تاعكم لما تحطوهم يعني دخلوهم للداخل هكذا، لما يكون الموس تاعكم ماضي ولا ما راحش يعني تقيسوا ضفارتيكم. هذه وحده، والموس تاعكم يعني ضروري يكون ماضي مليح مليح هكذا باش التقطيع تاعكم يجي سهل. وشوفوا هنايا راكم تشوفوا يعني الاظافر تاعي كيفاش نقلبهم للداخل هكذا، يعني ما لازمش يكونوا افقي، لازم تدخلوهم للداخل. انا راكم تشوفوا يعني هاد البلاصه يعني الموس تاعكم لما تحطوه تحطوه يعني ملصق مع الاصابع تاعكم، ومن بعد اليد اللي راهي فيها الموس يعني هي راهي تقطع، واليد الاخرى واش راهي دير يعني تجبد شويه قيس ما تقطع يعني هذيك الشريحه تاعك فقط. لما يكون الموس يعني لاصق في يدك هكذا يعني راح يروح افقي قباله بلا ما يتحرك لك منه ولا منه، واليد الاخرى راهي تتحرك وهي اللي تمد السمك تاع الشريحه، معناتها تجبديها شويه فقط تجي الشريحه تاعك رقيقه، تجبديها بزاف تجي الشريحه تاعك خشينه، انت هي تتحكمي في هذاك السمك تاع التقطاع ديالك. كاين وحده ديك النهار يعني قالت لي الموس تاعك الماركه تاعو اللي راكي تخدمي به وشنو هي، يعني جاوبتها التعليق ديالها، لكن ربما يجيني تعليق واحد اخر، ولهذا هاني وريت لكم الماركه. اما وحده تحب تشري كيما هو، يعني هو صح غالي لكن مش خساره في الدراهم ديالو، نوعيه مليحه يقطع مليح ويبقى لك مده طويله، يعني يبقى لك طول ما انت حيه. انا الطوماطيش كذلك قطعتها تقطيع عشوائي، يعني درتها مكعبات شويه كبار. راكو تعرفوا الطوماطيش تاع الشتا يعني تمتم الذوب مش كيما تاع الصيف، ودرتها بالقشور، تحبوا تنحوا القشور لكم الاختيار. درت هذوك زوج حبات تاع طوماطيش وقطعت هذاك الثوم شرائح، تحبوا تسكرفجوه لكم الاختيار. درت شويه فلفل عكري، درت نص مغرف كبيره تاع لا طوماط كونسونطري، درت شويه زيت ماشي بزاف، يعني ديروا قيس هذيك صوص طوماط فقط. دوك ندير لها الغطاء ونحطها فوق النار ونخليها تطيب. اذا شفت بلي الطوماطيش تاعي تلقت لي الماء راح نخليها تطيب في معها، اذا شفتها ناشفه نزيد لها واحد الكويس تاع الماء. ولا انا هاد الكورجات مع هذاك الراس تاع الحار قليتهم كيما راكو تشوفوا وحطيتهم يقطروا، راح ندورو لهذوك لي بول تاع صدر تاع الدجاج. قلت لكم انا كان عندي نص صدر تاع الدجاج وصغير تانيت، يعني واحد ربع تاع صدر الدجاج فقط. تحبوا ديروهم بالفيونداشي بالدانداشي كيما حبيتو، كيما تقدروا تستغناو عليهم كامل. كيما تقدروا كذلك اذا كان عندكم مثلا صدر تاع الدجاج يعني ما تحبوش ترحيوه ولا وتقطعوه مكعبات يكونوا متوسطين الحجم، كذلك تقدروا ديروه في هذه الوصفه. هنا بعد يعني معجنت مليح مليح هذاك الصدر تاع الدجاج مع هذوك التوابل مع هذاك لاشابليغ، درت شويه نتاع زيت هكذا باش ساعدتني باش نشكل هاد الكريات. نروح نشوفوا صلصه الطماطم تاعنا، شوفوا هنا يعني لقيتها شويه ناشفه، ولهذا ضفت لها كاس تاع الماء. حطوا لها الغطاء وخلوها تطيب يعني مليح مليح. نتوما راكم تقلو في هذيك الكورجات ولا في هذيك البطاطا مقليه ولا، وهي راهي طيبة هكذا يعني راح يجوا سوا سوا، يعني هكذا راح تربحوا شويه الوقت، خصوصا للعاملات يجوهم على العشيه ما يكونش عندهم الوقت. يعني لو كان في المقله هذه مثلا نديروا هذاك الصدر تاع الدجاج ومن بعد نطيبوا صوص طوماط ومن بعد نستناو هذيك الكورجات تقلى ونديروها، راح تجي العمليه طويله. ولهذا ديروا هذيك صوص طوماط تطيب وحدها، وهادو راهم يطيبوا وحدهم. كذلك عندي هاد المقله تاع النحاس، كاينه وحده في التعليقات قالت لي لا تلصق ولا. شوفي اختي يعني هاني درتهم تم تم، شوفي هاني نحرك فيهم حاجه ما لصقت، فقط لازم تعرفوا كيفاش تطيبوا وتعرفوا القواعد تاع الطهي. يعني الزيت تاعكم خلوها تسخن مليح مليح باش تحطوا الحاجه تتقلى، وما تحركوهاش حتى يعني تاخذ دقيقه ولا زوج على هذيك الجهه هكذا باش كي تقلبوها تلقاوها ما لصقتش، يعني هكذا حاجه ما تلصق لكم كسوى المقله تاعكم لاصقه ولا غير لاصقه. هنا شوفوا بعد ما حمرت هذوك الكريات تاع الدجاج في هذاك الزيت اللي قليت فيه الكورجات، يعني ديت منه واحد ثلاث مغارف كبار، ولا احسن من انكم ديروا زيت جديده، يعني اولا راح نقتصدوا شويه في الزيت، وثانيا هذاك الزيت راح يكون منكه بهذيك الكورجات اللي قليناه فيها. كيما شفتوا هذوك لي بول خذوا لي تحميره مليحه، فرغت فوقهم هذيك صوص طوماط، وزدت فرغت فوقهم كذلك هذيك الكورجات اللي قليناها وقطرناها مليح مليح من الزيت، خلطت كامل المكونات مع بعض
راح نحط الغطاء، نقصوا النار يعني رجعوها كي الشمعه. هكذا باش هذوك ليبول راح يكملوا طياب تاعهم، لان نقليناهم يعني نصف قليه فقط، ماهوش طايبين مليح مليح 100%. وكذلك يعني راح يزيدوا يطلقوا شويه هذاك الماء تاعهم، وراح تتشكل لنا واحد لاصوص بزاف بنين. هذيك المغرفه تاع التابل اللي ضفته مقبل مع هذيك الكورجيت، توابل تاع شطيط حال دجاج درتها هكذا باش يزيد الطبق يجيني بنين خير وخير. بالنسبه للفرماج اللي درته في هذه الوصفه، يعني هذاك الفرماج رخيص الثمن، استخدمت نابولي كيما شفتوا سكرفشتو، درت له شويه معدنوس مجفف وهذه توابل مكسيكيه. باش نقول لكم ثاني، يعني في ليغاتا في هذا الطيبات اللي يجوا في المقلات فقط راح تزيد لطيابكم بنه اعلى بنه. هنا يعني نكات هذاك الفرماج تاعي هكذا باش الوصفه تاعي تزيد تجيني بنينه خير وخير. حنخلطهم خلطه خفيفه فقط، بيت ما طابوا لي هذوك ليبول نديرهم من الفوق، ندير الغطاء ونخليهم يعني يذوب هذا الفرماج فقط، وراح تتحصلوا على وصفه بزاف بنينه. هنا الفرماج تاعي راه واجد، وهو اللمسه الاخيره اللي راح نديروها لهذه الوصفه، وهي اختيار، يعني تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش. تحبوا تستغناو على هذه الخطوه تاع الفرماج وديروه ببيض بيض من الفوق، تحبوا تفقصوه مباشره في المقلاه دير لهم شويه ملح شويه فلفل كحل، لكن يعني لما تحطوهم افتحوا شويه يعني بلاصه في المقلات وفقصوا فوقها الحبه تاع البيض هكذا باش الشكل تاع الطبق النهائي يجيكم شباب. والا ضربوهم مع شويه ملح شويه فلفل كحل شويه معدنوس وديروهم من الفوق كامل. انا واش ننصحكم، يعني لما تضيفوا هذيك الكورجات وهذوك ليبول ما تقووش النار، نقصوا للنار وديروا الغطاء وخلوا يعني هذيك الطيابه تاعكم تطيب وتتجمر وتربي لكم شويه مرقه. اذا ما كانش كاين المرقه تقدروا ديروا شويه تاع ماء على الطرف وتخلوا كامل المكونات يزيدوا يطيبوا كيف كيف. هذه هي النتيجه النهائيه اللي تحصلت عليها. واش نقول لكم، قولوا ما كنتش تاكلوا كامل في الكورجيت، جات بزاف بنينه. هذوك التوابل كذلك يعني زادوا لها بنه على بنه. ليبول هذوك تاستر تاع الدجاج، واش نقول لكم، جاو روعه روعه. الكورجيت كل حاجه جات بنينه الله يبارك. بالنسبه للمرافقه تاع هذا الطبق، تحبوا يعني تغمسوه في مطلوع سخون ولا في خبز، ولا كذلك تحبوا ديروا معها شويه روز تاع ابيض وتحطوه قدامها، راح تكون الوجبه كامله. كيما درتها مع الكورجيت مقليه، كيما تقدروا ديروها باي خضار واحد اخرين تكونوا تحبوه. وصلنا نهايه الفيديو، وفي الاخير ما عليا الا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.